أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حسنا ألا يجدوا ما يوافقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. صدق الله العظيم.